وما محمد، القرآن هنا سماه باسمه، أي اسم؟ الاسم الذي سماه به أهله. وفي التوراة في الإنجيل اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، لكن اسمه الذي سماه به أبوه سماه به جد وعبد المطلب هو ماذا؟ ومحمد. وهذا الاسم، الاسم أي اسم له علاقة بالمسمى، ومن يقول لك غير ذلك لم يفقه العلاقة بين الاسم والمسمى. الأسماء لها علاقة، ولذلك لما هجت أم جميل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت مذمم أبينا ودينه قلينا، سمته مذمم، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر انظر كيف نجاني الله منها، تقول مذمم وأنا محمد. وحسان يقول فذو العرش محمود وهذا محمد، أي يحمده الناس، يحمده الناس في الأرض، تحمده الملائكة في السماء، ويحمده رب العالمين يثني عليه خيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام له من اسمه أعظم النصيب. ولما ولد عليه الصلاة والسلام وجاءت المرضعات من البوادي التي تحيط بمكة، كان في من قدم حليمة السعدية، حليمة السعدية علمت أنه يتيم، يممت عبد المطلب جده، فسألها عبد المطلب من أنت؟ قالت أنا امرأة من بني سعد. الآن عرفت تعريفا عاما، أنا امرأة من بني سعد. قال ما اسمك؟ قالت حليمة. قال عبد المطلب يفقه المسألة التي نحن فيها، علاقة الاسم بالمسمى، قال بخن بخن، سعد وحلم في هذان ما يغني أبد الدهر. ما قاله عبد المطلب وقع، فحليمة من الحلم وديار بني سعد من السعد وقعت على النبي عليه الصلاة والسلام. فأي أحد في حلم عليه السلام، وأي أحد في سعادته التي ساق البشرية إليها عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. فما تنبأ به عبد المطلب وقع. وإن كان عبد المطلب مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مات والنبي عليه السلام صغير، لكنه علم ذلك. قال بخن بخن، كلمة تقولها العرب إذا تعجبت من شيء وفرحت به. قالها من؟ قال عمير بن الحماء، لما قال بخن بخن إن جن عرضها السماوات والأرض يمنعني من هذه اللقيمات وهذه التمرات، فترك التمرات. فقال عبد المطلب بخن بخن، حلم وسعد وحلم في هذين ما يغني أبد الدهر، ووقع ما قاله عبد المطلب. فمحمد اسمه الذي سماه به أهله. ولما جاء ذلك الحبر اليهودي وقال يا أبا القاسم يا محمد، فثوبان كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم دفعه، قال لم تدفعني؟ الحبر يقول لثوبان، قال لا تقول يا نبي الله يا رسول الله. فقال الحبر جوابا علميا مقنعا، قال إنما دعوته باسمه الذي سماه به أهله، سموه محمدا فناديته يا محمد. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثرب على اليهودي الحبر في جوابه. المقصود في اسمه صلوات الله وسلامه عليه.